سلام واهلا وسهلا فيكم، واهلين ومرحبتين في احلى حبايب في هذه القناه. اليوم بدنا نحكي عن سؤال سئلته في 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 احد الجلسات، حبيت اعمل عنه فيديو، وطلعت قائمه بالجامعات الكنديه، افضل 15 جامعه كنديه. هذا الفيديو برعاية 365 كندا انترناشونال ايديوكيشن اند ايميجريشن سيرفيسز. تواصلوا معهم اذا بدكم تحصلوا على قبولات، بدكم تتواصلوا معهم دائما، وهم اكيد راح يساعدوكم ويعطوكم خصومات خاصة، خاصة اذا تحكوا انكم متابعين هذه القناة. طبعا افضل الجامعات الكندية حسب الترتيب ل 2019 الاكاديميك رانكينجز هي جامعة يونيفرسيتي اوف تورونتو، او تورونتو يونيفرسيتي زي ما بعض الناس بسموها. هي University of Toronto، موجودة في مدينة تورونتو في مقاطعة أنتاريو، تعتبر رقمها 24 على العالم، وهي من الأفضل في كندا. رقم 2 University of British Columbia، اللي هي جامعة كولومبيا البريطانية، رقمها 35 على العالم، موجودة في مدينة فانكوفر بريتش كولومبيا. رقم 3 اللي هي McGill University، McGill University موجودة في مدينة مونتريال في مقاطعة كيبيك، وترتيبها 90 على العالم. رقم 4 McMaster University، McMaster برضو ترتيبها 90 على العالم، وموجودة في مدينة هاملتون أنتاريو. 5 جامعة ألبرتا، University of Alberta، ترتيبها بأفضل 150 من 100 ل 150 في مدينة أدمنتون مقاطعة ألبرتا. رقم 6 كالجاري، برضو من ترتيبها من 150 ل 200، موجودة في مدينة كالجاري ألبرتا، University of Calgary. رقم 7 University de Montreal أو جامعة مونتريال، برضو ترتيبها من 150 ل 200، موجودة في مدينة مونتريال كيبيك. رقم 8 University of Ottawa أو جامعة أوتوا، برضو ترتيبها من 150 ل 200، موجودة في مدينة أوتوا أنتاريو اللي هي العاصمة الفيدرالية. رقم 9 University of Waterloo، برضو ترتيبها من 150 ل 200، موجودة في مدينة Waterloo أنتاريو. رقم 10 Dalhousie University، موجودة في مدينة هاليفاكس نوفا سكوشيا، وترتيبها من 200 ل 300. 11 University لافال أو لافال University بالإنجليزي، برضو ترتيبها من 200 ل 300، موجودة في كيبيك سيتي في مقاطعة كيبيك. اللي بعدها University of Western Ontario، ترتيبها من 200 ل 300، مدينة لندن أنتاريو. رقم 13 University of Guelph، ترتيبها من 300 ل 400، وموجودة في مدينة Guelph مقاطعة أنتاريو. رقم 14 University of Manitoba، ترتيبها من 300 ل 400، موجودة في وينيبيغ مانيتوبا. وآخر واحدة رقم 15 Queen's University، موجودة ترتيبها برضو من 300 ل 400، وموجودة في كينغستون أنتاريو. إن شاء الله تكونوا استفدتوا بهاي المعلومات. إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعملوا شير مع أصحابكم.